راء زا سين جين صاد ضاء سين جين صاد ضاء طاء ضاء عين غير. أصلا ليبيا هي كلها يعني ما زالت في أزمة، وطبعا فيه مشاكل كثيرة تواجهنا. أول حاجة بما يتعلق بالطالب اللي هو نقص الكتاب المدرسي، وهذه طبعا أكبر مشكلة نعانوا فيها الوقت الحاضر، إلى جانب طبعا الكتاب المدرسي عدم توفر بعض المدرسين في التخصصات، وهذا طبعا ساهم النتيجة لعدم وجود فتح عقود جديدة، هذه ساهمت في العملية في عرقلة العملية التعليمية بالنسبة للمدرسة فرصتها. طبعا نتكلم على مدرستي بس. مشاكل الأخرى طبعا فيها عدم توفر السيولة، عدم الصيانة من حيث الإنارة، من حيث خاصة احنا المنطقة الجبلية خاصة في فصل الشتاء نعاني من مشكلة الضباب، هذه تواجه والفصول يكون مظلمة نتيجة عدم روية الطالب للسبورة، هذه كلها مشاكل تواجهنا. طبعا الماء، عنصر الماء غير موجود طبعا في المدرسة، يتم كل هذا الشراء عن طريق صندوق المدرسة، وطبعا هذا يكون عبء كبير على ولي الأمر، خاصة في أزمة السيولة اللي موجودة اللي نعانوا منها الوقت الحاضر جميع المجتمعاتنا المناطق الريفية، إلى جانب التوقيت غير ملائم. طبعا المنطقة مثلا الشرقية يختلف عن المنطقة الغربية بالنسبة للتوقيت الزمني، يكون في مثلا الساعة 8 أو 5، الساعة 8 الطابور هذا يعتبر فترة مازال فيها لا يستطيع الطالب أن يمر يمشي في مسافات طويلة في منطقة مازالت مظلمة، هذا طبعا واحد من بعض المشاكل، إلى جانب المشاكل الأخرى كالنوافذ فيها بعض نقص في المناولات، نقص في الحاجات هذه موجودة كثيرا، يعني مشاكل نعاني منها. طيب وين ما توجهها بالخصوص للجهات المسؤولة؟ الجهات المسؤولة عن والله الجهات المسؤولة طبعا هي قطاع التعليم، قطاع حساس وقطاع كبير ويحتاج إلى دعم كبير، مش في منطقتنا حنا، في كل المناطق الليبية تعاني من مشكلة التعليم، هذه مشكلة مدارس كثيرة لابد أن يخصص لها ميزانية للسيولة، الميزانية البسيطة التيسيرية تكون في أيدي المدراء بحيث يمشي أمورها بها، ما كل شيء يجي على طبعا على اللي هو ولي الأمر، لأن ولي الأمر عنده مشاكل كثيرة وعنده أبناء كثير لا يستطيع اللي هو أن يوفر جميع احتياجات المدرسة، وهذه طبعا اللي نتمناه من الجهات المسؤولة أن تهتم كثيرا بقطاع التعليم. المشاكل اللي تواجه المدرسة عدة مشاكل، من ضمنها النقطة الأولى والمهمة نقص في الغفراء في الحراس، والنقطة الثانية أن المدرسة كبيرة فيها زوز أبواب مع الأمامي وخلفي، والمدرسة تحتاج إلى أقل حاجة 6 من الحراس، وحنا عندنا 3. والمشكلة الثانية أن المدرسة ما عندهاش مبنى خاص بالحراسة في أمام المدرسة، معناها إحنا نسكنوا داخل المدرسة وهذا ما يصحش، معناها أن المدرسة لازم تكون عندها حجرة خاصة. ما كلمة وجهها للجهات المسؤولة باش ترايكم في الموضوع هذا؟ والله نوجه إلى جهاز حراس المرافق التعليمية إلى زيادة عدد الموظفين بالقطاع التعليم، لأنه قطاع التعليم قطاع حيوي وحساس، وفي عدة معامل، عندك الحاسوب وعندك العلوم وعندك في هذه المعامل عندها قيمة مالية قصدي باهرة، والدولة صرفت عليها ميزانيات، وهذه لازم من الحفاظ عليها والحماية، وبالتالي لابد من جهاز حراسة المرافق التعليمية بالتعليم المسؤول على التعليم أن يوفر هذه الحماية من زيادة عدد الحراس وإنشاء مبنى خاص حتى يتم القيام بالعمل على الوجه الأكمل. شكرا بارك الله فيك، وشكرا ونشكر قناة بانوراما على هذا الاهتمام ومزيدا من التقدم. المدرسة طبعا تواجه في المشاكل من البداية، بكل المدرسة طبعا تعتبر كمبنى غير مجهزة باش تكون مدرسة لتعليم الأساسي، باعتبار المرافق طبعا الصحية نتاعها المواد الصحية مش كويسة مش مكتملة،
في هلبة طبعا مشاكل تحتاج هلبة صيانة، وطبعا المدرسة خشت البرنامج بنت صيانة تقريبا قبل سنتين، لكن ما زال التنفيذ ما تنفذش طبعا، وهلبة مشاكل حتى بالنسبة للعجز طبعا عدة مواد طبعا تو قاعدين في شهر تقريبا 11 في هلبة مواد طبعا ما زال ما غطوش العجزات نتاعها. طيب شنو هي الكلمة الأخيرة اللي تبغى توجهها؟ نشكر طبعا قناة بانوراما طبعا اللي طبعا اللقاءات هذه دير فيها لقطاع التعليم بصفة خاصة بصفة عامة، وطبعا المدارس طبعا المناطق طبعا بالذات الضواحي الرياف والمناطق الجبلية طبعا هذه المناطق طبعا تعتبر شبه المنسية طبعا في المناطق الغربية وفي ليبيا بصفة عامة، ونشكرها طبعا شكر خاص ونتمنى لها مزيد من التقدم وال طبعا الرقي طبعا باش تقدم لنا هلبة طبعا توضح لنا هلبة حاجات مخفية في ليبيا طبعا.